الصورة اللي معانا دلوقتي على الهواء خاصة بجامعة القاهرة. رصدنا لحضراتكم دلوقتي ما يحدث في جامعة الأزهر. كان في مسيرات في جامعة الأزهر، المسيرات توقفت أمام المبنى الإداري داخل جامعة الأزهر، والمشهد انتقل إلى جامعة القاهرة، وفي تحركات داخل جامعة القاهرة. وواضح من الصورة اللي كانت معانا من دقائق على الهواء إنه يعني العدد أكبر من جامعة الأزهر. خرجوا الطلاب من أسوار جامعة القاهرة وانتقلوا بالمسيرات للشارع، والمعلومات اللي عندنا بتقول إن اتجاههم لتمثال النهضة. ليه تمثال النهضة اللي هيحصل هناك؟ هل هي وقفة؟ هل في سجدة زي ما أستاذ رامي بيقول؟ هنتابع مع حضراتكم، ومراسلنا هيكون معانا على الهواء دلوقتي محمد رزق، هو معانا فعلا دلوقتي على التليفون. محمد، قول لنا ايه اللي بيحصل بالظبط دلوقتي قدام جامعة القاهرة؟ بالفعل نظم طلاب المنتمين لجامعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم مسيرة داخل الجامعة وكلية الهندسة، ثم خرجوا من باب الجامعة، من باب الرئيسي لجامعة القاهرة الذي يقع أمام شارع نهضة مصر، حيث يقوم الجيش بأسلاك شائكة لمنع حركة السير بالطريق. اتجه الطلاب بشارع نهضة مصر في اتجاه شارع نهضة مصر أمام قوات الجيش، وهم يقفون الآن أمامه. العدد قد إيه؟ يعني الصورة اللي قدامنا يعني بتوحي بأنه العدد بالعشرات. الأعداد هنا تقدم بالمئات، لا بالعشرات. الأعلام اللي مرفوعة، يعني الصورة مش واضحة. نعم بالفعل، الأعلام المرفوعة هي شعارات رابعة والأعلام الصفراء، العلامة رابعة والشعارات والأعلام الصفراء. الطلاب أيضا من الملاحظ لا يوجد أي توجه شرطي هنا أمام جامعة القاهرة. طيب الطلاب معاهم يعني طالبات، واذا كانوا موجودين هل اعدادهم كبيره؟ الصوره على طول نقلت، يعني واضح انه في طالبات طبعا. نعم العدد كبير، بس الصوره اللي معانا دلوقتي طبعا منذ قليل، بس ردت على السؤال فورا. يعني اشرح لنا اكتر يا محمد، انت طبعا هناك وفي الحدث، فاكيد الرؤيه عندك اوضح. هم الان يقفون امام مدرعات الجيش التي تقوم باغلاق شارع نهضة مصر، وايضا معهم قوات الشرطه، قوات الامن المركزي التابعه للشرطه، بس لا يوجد اي احتجاجات حتى الان. يعني ايه اللي بيتقال؟ المطالب فقط كلها يعني سياسيه وشعارات رابعه والاعلام الصفراء، ولا في حاجه بجانبها؟ ابرز المطالب هي محاكمه وزير الداخليه واسقاط حكم العسكر واسقاط قانون التظاهر. مفيش عوده مرسي؟ مفيش عوده مرسي. طيب محمد، بشكرك. فقدنا الاتصال مع محمد رزق من جامعة القاهرة، هنتواصل معاه مرة تانية. الصورة معانا دلوقتي منذ قليل لطلاب تابعين لجماعة الإخوان، نظموا مسيرة داخل جامعة القاهرة وانطلقوا من جامعة القاهرة إلى تمثال النهضة. الأعلام المرفوعة أعلام صفراء وعلامات رابعة، والصورة منذ قليل رصدت لينا أيضا وجود عدد من الطالبات، عدد كبير من الطالبات بيشاركوا في هذه المسيرة. زي ما قال مراسلنا محمد رزق، الاتجاه للمسيرة لتمثال النهضة، ولا يوجد تواجد شرطي أمام جامعة القاهرة، ولم يحدث أي احتكاك حتى الآن ما بين المسيرة وما بين المارة في الشارع أو العربيات اللي موجودة. وبالتأكيد طبعا من غير ما الصورة تنقل المشهد في الشارع، أكيد العربيات دي يعني توقفت، والحالة المرورية أكيد يعني أصابها يعني الشلل نتيجة وجود مئات من الطلبة والطالبات من جامعة القاهرة في الشوارع متجهين لتمثال النهضة.